كأس العالم لسنة 2030، مؤمنين جميعا بأن هذه التظاهرة الرياضية ستشكل استثناء حقيقيا في تاريخ كرة القدم لسماحها بفسح المجال لتجدد وإنعاش الإرث الحضاري الذي يجمع بلداننا لمدة تزيد عن 10 قرون. ستكون فرصة سانحة لهذه البلدان لتعبر مرة أخرى عن تاريخ مشترك وعن حاضر مشترك أيضا وعن مستقبل نتطلع إليه جميعا من أجل خدمة القيم الإنسانية والحضارية. واسمحوا لي أن أجدد لكم مرة أخرى عزم المملكة المغربية حكومة وشعبا مجندين وراء جلالة الملك نصره الله الذي كان السباق لإعلان هذه الظاهرة المرتبطة بتنظيم كأس العالم انطلاقا من كيغالي عاصمة رواندا، مشيرا في خطابه آنذاك إلى نوعية هذه التظاهرة واستثنائيتها بين بعد حضاري يربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط وبين فرصة سانحة للشباب بين ضفتي هذا البحر، فرصة سانحة للشباب الإفريقي والأوروبي للعمل جنبا إلى جنب لإظهار الحضارة المشتركة التي أشرت إليها ولإظهار أيضا القدرات الخلاقة لهذا الشباب لإنجاح تظاهرات من هذا الحجم. نعم، سيتجند المغرب شعبا وحكومة وراء جلالة الملك إلى جانب إخواننا في إسبانيا والبرتغال من أجل خلق فضاء يتسع للجميع دون حصره في حدود جغرافية لم تكن أبدا ولن تكون أبدا سدا في وجه تنامي الحضارة وتنامي الفضاء للإنسانية. سنكون مجندين وراء جلالة الملك نصره الله لجعل هذه التظاهرة أحسن تظاهرة عرفتها كرة القدم عبر تاريخها، خاصة ونحن سنكون بصدد الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم سنة 2030. مرة أخرى مرحبا بكم في مدينة الرباط التي شهدت على الحضارة المشتركة للبلدان الثلاث والتي ستشهد اليوم إعلانا تاريخيا سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب في سجل تاريخ كرة القدم وكأس العالم، تاريخ يجسد إرادة مشتركة لتنظيم لتقديم ترشيح واحد بين 3 بلدان وقارتين يجمعهما التاريخ والحاضر والمستقبل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.